كلنا أول ما بنوصل دولة أجنبية أول حاجة بندور عليها السمك والسيفود، أكل سهل وضمنين أنه حلال. أول ما وصلت إنجلترا كل ما أسألهم يقولوا لي فيشن شيبس فيشن شيبس فيشن شيبس، لهم يا جماعة بلد على هذا الكم من المحيطات والأنهار ما فيهاش غير سمك مقلي، أكيد في أكتر من كده. دورنا ولقينا أول مطعم معانا مطعم اسمه فيسك، هو فاتح في هاروجيت، هو مطعم فانسي شوية وأسعاره عالية شوية. هو المطعم مطعم هادي، تحس ان هو مناسب اكتر لكبار، الاطفال يعني مش هتستمتع فيه قوي. جنب المطعم محل انتيكس، في الحقيقة مدخل المطعم رائع كده وفيه ديكورات وشوية حاجات حلوة. المطعم ده لازم تبقى غالبا بنسبة 90% عشان تلاقي فيه حجز، لازم تكون حاجز من قبلها بفترة عشان تعرف تدخل. احنا كنا حاجزين قبلها بيوم او بيومين عشان نقدر نروح. اول حاجه بتخش تلاقيهم بعد ما تطلب الاوردر بيحطوا لك اليوتنسلز او الادوات اللي هتاكل بيها، اللي هي المكسره والحاجات دي. احنا طلبنا نودلز وطلبنا طبق ميكس سي فود لتو بيرسونز، بيبقى فيه جزء فرايد وجزء جريلد، فيه كل انواع السي فود اللي ممكن تتخيلوها، فيه لوبسترز، فيه لانجوستين، فيه جريلد سالمون، فيه سمك مقلي، فيشن شيبس، وفيه بلح البحر، فيه كابوريا مقلية، فيه جمبري مقلي، فيه فرايتي كتيرة قوي. الاستاكوزا بتبقى جريلد بالزبدة وبالهيربس، كان بالزبدة وبالهيربس مشوية، وكان مقدم معاه فرايد رايس. بدأنا طبعا يعني لازم نبدأ بالوحش الكبير، بدأنا باللوبستر. اللوبستر الحقيقة كانت رائعة، وهي لوبستر فريش، يعني اللي هما بيبقى تبقى لازم تكون حية قبل ما تتسوى مش فروزن. كانت حقيقة رائعة، الهيربس والتوابل اللي فيها كان طعمها رائع، وكانت مظبوطة السوى بتاعها مظبوط، لأن الكابوريا والصبيد والكابوريا والاستاكوزا بالذات لو أوفر كوكد شوية بتلاقيها جلدت. كابوريا والجمبري بتلاقيهم جلدوا كده ونشفوا، يعني في درجة من السوى بعديهم الحقيقة السيفود ما يتاكلش، ودي الحرفانة اللي انت تقدر تعرف درجة سوى الحاجة من غير ما تجلد معاك، تقلب كاوتش وبيبقى نكهتها كلها بتروح. الحاجات الفرايد بيبقى نازل معاها كده 3 صوصز، كان طعمها حلو برضو، بس يعني هي مش ماي فيفوريت. انا بحب السمك الحقيقة اكتر، اديني في المشوي والعشاب والزبدة. البلح البحر برضو كان حلو قوي، انا اول مره اجربه بطريقه مقليه، انا عمري ما دقت يعني دقت البلح البحر باشكال كتيره قوي، اول مره كان ادوقه مقلي، كان معقول حلو قوي. بس برضو انا بالنسبه لي سيظل المشوي واللي معمول بالخلطات وبالتوابل دي كان احلى. دي حاجه اسمها لانجوستين، هي مش مشهوره قوي عندنا في يعني في مصر وفي الوطن العربي مش مشهوره قوي، هي حاجه كده ما بين الاستاكوزا وما بين الجمبري، يعني قشرها جامد وليها قرصات زي الاستاكوزا بالظبط، بس يعني تحس انها استاكوزا صغيره. طعمها اقرب للاستاكوزا من الجمبري شويه، وبيبقى عندها طعمها اقرب للاستاكوزا بس بيبقى ناشفه شويه، بتبقى يعني مش تقدر تقشرها بسهوله زي الجمبري، عامله زي القشره بتاعت الاستاكوزا. بس الحقيقه يعني اللي مجربهاش قبل كده ممكن يجربها مره، الحقيقه هي طعمها حلو، بس يعني اللي مجربهاش ما فاتش فايته كتير، هي ميكس كده ما بين الاستاكوزا والجمبري، بس كان طعمها حقيقي حلو، وليها بص قرصاتها كده شبه قرصات الكابوريا، ودي بقى كانت القرصات بتاعت اللوبستر، وهي دي الكساره اللي كانوا بيحطوها لنا مع الاكل يعني، بس هي كانت ضعيفه شويه، اللي عندي في البيت اقوى. هم حاطين يعني قعدت حبه قبل ما عرفت اكسر، وبيبقوا حاطين لك كده زي شوكه صغننه عشان تقدر تطلع الحاجه بسهوله من جوه الاكل، من غير ما من جوه الشيل بتاعت الاكل من غير ما يعني تعاني. المطعم الحقيقه كان رائع، الاكسبيرينس كانت حلوه، بس طبعا ده منظر الحاجه بعد ما نسفناها، بس هو غالي شويه، بس هو يعني حاجه واحد مثلا ايه يعملها مره كده. هيبل لكم بقى دلوقتي الابهار كله، مطعم جيمز بصراحه حاجه مميزه جدا وفوق الخيال يعني. جبنا الابيتايزر بتاعته كانت حلوه قوي. جيمز الفرع اللي احنا زرناه ده كان في مانشستر وليه فروع تانية كتير، كمياته حلوة قوي قوي، واسعاره كمان مناسبة للكمية اللي هو بيقدمها اللي احنا شايفينها. دي كانت الميل بتاعت شخصين، كانت 85 قطعة جمبري، والحجم بتاعه كان متوسط مش صغير ومش كبير، مع البطاطس بتنزل مع الرز والبطاطس بتاعته الشيبس.
بصراحة مميزة قوي وتحفة. بيجيب لنا بقى الجلافز عشان الأكل، والباسكت اللي بنحط فيه القشر بتاع المنظر ده. الطبق مش باين قد ايه هو كبير. الكاليماري بتاعه كان سبايسي وكان كريسبي قوي، كان تحفة بصراحة بالنسبة لي. ومعاه الديبنج بتاعته كانت ساوري شوية كده، كان حلو قوي قوي. الدايناميت شريمب على غير العادة يعني سبايسي زيادة. كل مرة بيجي السبايسي بتاعته مظبوطة، بس المرة دي كانت زيادة شوية. هو بيبقى عليه صوص كده فظيع بصراحة. بحب الأكل اللي عليه يعني يعني كارمينو في الحاجات كده. الماسلز كانت بالصلصة والريحان والسبايسي، كانت حلوة قوي قوي. عادة باكلها بالزبدة والهيربس، بس المرة دي كانت بالصلصة وعجبتني، فيها مزازة كده حلوة قوي قوي. كانت اوفر اول بصراحة حلوة. الابيتايزر دي من بتبقى من اهم من المين ديش بالنسبة لي، يعني بستمتع بيها كده. كل حاجة ليها طعم، وتبقى كمية مش كبيرة، فكل حاجة ليها طعمها نستمتع بيها. دي حاجة بتبسطني قوي. كمان الاسعار يعني ما دفعناش مبلغ كبير على كل الاكل ده. الجمبري طبعا ما بنقدرش نوقف اكل فيه لانه بالزبدة، وليه نكهة كده عليه يعني بهارات حلوة قوي. طبعا الباسكت ده بيتملي